بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة ام دودي. وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله وصفتنا اليوم ان شاء الله راح تكون بيتزا بالخضار والعجينة تاعنا ان شاء الله راح تكون مميزة، لاننا راح نديروها بالاعشاب المنسمة. اللي عندها الاعشاب المنسمة جافة تحط الشيء اللي عندها، اللي ما عندهاش وعندها الاعشاب خضراء يعني طازجة تقصها رقيقة وتزيدها في العجينة، راح تجي روعة. نريمان تمهبل. نبداو به نريمان المقادير. Allez, tu peux présenter le maqadir. Alors, maqadir, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a bosla moujafafa. Oui. On a de la ciboulette. Comment on dit de la ciboulette? Bnat gouloulé ou chez la ciboulette. Ciboulette. Le persil moujafaf et la menthe moujafafa. Hadi madnous moujafaf ou hada nana moujafaf. بصل مجفف، ثوم مجفف ما على باليش كنسموها بالعربيه 100% مجفف. فوالا، واللي عندها ثوم مجفف ثاني تحط جا ما عندناش. عندنا ثلث اكواب باردون اربع اكواب دقيق فارينة وطحين ابيض ان تي بو دو زيت. عندنا تقريبا اربع ملاعق زيت زيتون اللي بيان فير اخضر تاع البلاد. هذا عندنا ملعقه اكل سكر، ملعقه قهوه ملح. الملح كل اخت تجستي الذوق تاعها اللي تحب تملح تزيد. وعندنا ملعقه تاكل خميره فوريه ولا. وعندنا كاس ونصف ماء دافئ، وكل اخت والفارينه تاعها اللي تجيها شويه شيحه مع الكميه تاع الماء تاعي انا تزيد قليل من الماء. هذه كل اخت اظن على بالها بالتفاصيل هذه. نبداو على بركة الله في تحضير عجينة البيتزا تاعنا. الخضار راح نعتوه فيما بعد ان شاء الله. نحط بسم الله خميرة بالماء دافي، سكر، حطيت الكوب الاول، الكوب الثاني، الكوب الثالث، نحط السائل تاعي، زيت الملح، زيت الزيت. هنزيد نصف كمية. Attention. نخليه قليل. هنزيد الماء. نكمل دقيق كامل. الآن نحن poser la question pour me dire pourquoi tu m'as pas t'as pas mis les épices oui. Au robot oui. Parce que j'ai peur que la lame elle est broie. Ah. Comme ça ça reste chauffe la gina. Toute la saveur du champ dans une pâte à pizza. Vous allez dans le djnen, oui. Vous ramassez l'herbe du djnen, vous la mettez dans votre pizza. Est-ce que vous allez mettre le djnen? Et les fougas, tes courgettes, tu les as pris d'abord. Oui. Pourquoi tu les as pris parce que si on les connaît en chouder, la courgette. Elle claque le mât. Claque le mât, elle coûte combien de pourcentage? 80% de. D'eau. Alors, en plus, qui est donc lié au djoubner. Il lâche un petit goût barbecue. Voilà. Allez, tu mets ça. On a chauffé le mât et après on va la mettre le fumoir. Combien de temps le fumoir? Oh, le sang, le fumoir. وصلنا المرحلة الحشو. من الحشو ماشي حشو نغيم لو ديكور تزيين تزيين بيتزا تاعنا غارنيتور لا غارنيتور. عندنا انا هذه الكوسه ولا الجريوات قليناهم ملحناهم وقليناهم لوكو اللي ترو بون الطعم رائع. وعندنا واحد فلفل اخضر وواحد فلفل احمر شويناهم ونقيناهم فوالا.
وعندنا صوص طوماط ديجا بريباري. كل اخت تعرف دير صوص طوماط في دارها، شويه بصل، شويه طماطم، شويه معدنوس، شويه ثوم، شويه بصله. جي دي البصله نو وي جو بونس وي. وعندنا الفرماج اللي كاين فوالا، هذه اللي راح ما ندير لا فلفل كحل لا ملح، باسكو هذا ديجا مالح، ما حباش نزيد الملح انا، والاخت اللي حابه تملح تملح. جو دي باراسا نحي هذا ونبدا نطلق في العجينه تاعي. انا راح نديرها صينيه كبيره، انا راح نديرها في صينيه كبيره، دهنتها بالزيت ونبدا نطرح العجينه تاعي. هذه راح نحطها بحيطها. Ça sent les tsawabin. Je vais la étaler un petit peu ici. La chaleur, elle a réhydraté en fait. La djinn a acheté que la canne. Ça a surchauffé les tsawabin. Exactement. Il y a ça, il y a un peu de jupon. On a décrit les nylon, un morceau pour lui. Les nylon, tout à l'heure. On va se faire un peu. الفرن على 230 درجة، تاعي طيب من 14 إلى 15 دقيقة. هذه ما نحطها في الفرن الكبير، هذه فيها الزيتون. شرينا الزيتون الأسود نايمة نوار؟ إي شريته، روحي شوفي في الدماغ جيبيه. المرة اللي فاتت كنت كنا عنديش إي فوالا لي دولي. هنا صرا كم سا الآن نبدأ. راح أنا نطول في الحكاية، راح نستر الكورجة تاعي كامل في البلاطو ونرجع لكم. حاجة بسيطة مع الألوان تخرج رائعة. بغيت نعطيكم كامل تشاريها في الدار، يبقى لها الفلفل الحلو شوي نزينو هكذا. راح نكمل زين زيت بالزيتون الاسود ولا نحطوها في الفرن مده 13 كما قلت لكم 14 دقيقه ونحوها ونلتقي. وراح نكمل هذه بالجبن ونلتقي ان شاء الله في صحن التقديم.
هذه وصفة اليوم. إذا أعجبتكم أعملوا لايك، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. إلى وصفة جديدة إن شاء الله.